جدا جدا من اداره كيروش للمنتخب بشكل عام، ومن اعداده للجيل ممكن يكون موجود، وده كان اللي بيعمله الله يرحمه كابتن جوهري. دايما كان لما بيكون فريق للمنتخب بيكونه من 3 مراحل عمريه، مرحله العشرينات اللي هي اوائل العشرينات، 20 سنه 19 سنه 21 سنه 22 سنه، مرحله الوسط اللي هي زي زيزو وقفشه، ومرحله اللي هي المرحله الاكبر والخبره زي حجازي والونش ومحمد صلاح. فالحقيقه تشكيل المنتخب او المراحل العمريه للمنتخب ده بتدي عمر طويل جدا لفريق ممكن يكون، مفهوم. لان احنا بنفتقد الكلام ده من وقت كوبر. ما لحقش كابتن حسام بدري ان هو يعمل جيل او ان هو يكون فريق، انما من وقت كوبر اللي هي كاس العالم في 2018 ما قدرناش ان احنا نكون فرقه ممكن تلعب 4 5 سنين قدام. ايوه فانا شايف ان كروش الحقيقه وقدر ان هو يعمل تجانس مش ما بين اللعيبه وبعضها، لا ما بين طريقه اللعب اللي هو بيلعب بيها ايوه وما بين اللعيبه. فعشان كده هتلاقي احمد رفعت بيلعب بيأدي بشكل بنفس الشكل مصطفى فتحي، بنفس الشكل محمد شريف. فطريقه اللعب اللي بيلعب بيها اللي هي 4 3 3 او ساعات بتتقلب ل 4 3 1 2، كل اللعيبه عارفينها وكل اللعيبه بيلعبوا بشكل كويس قوي. فعشان كده ماتش لبنان، انا عكس بعض الناس اللي اتكلموا فيه، ماتش لبنان صعوبه الماتش في التكتل الدفاعي بتاع لبنان ما كانش ليه عدم كفاءه لعيبه المنتخب، بالعكس مع التكتل الدفاعي قدرنا نخلق 5 6 7 فرص، زي اللي حصل مع الجزائر. الجزائر كانت منطلقه جدا قدام السودان في الماتش الاول، بعد كده التكتل الدفاعي صعب مهم جدا. مظبوط، الجزائر يكاد يكون ان هم كسبوا 1-0 مش 2-0 يعني. 2-0 مظبوط، فازوا بصعوبه. طيب الكلام ده جميل جدا. الناس يا كابتن نادر برضو بتبص لقدام شويه، فقال لك بس الجزائر اقوى فريق او اول فريق قوي سيواجهه كارلوس كيروش اللي بيجرب لسه، وبالتالي هي مباراه كمان صداره مجموعه، وبالتالي ممكن تحدد طريقك ماشي ازاي مع قوي في الدور اللي جاي ولا مع اقل قوه في الدور اللي جاي. فالناس بتتكلم على الماتش اللي جاي، هل تراه اختبارا حقيقيا وكيف ترى ضرورة تعامل كيروش مع المباراة دي؟ لا هو اختبار من ناحية دفاعية. احنا افضل من الجزائر من الحقيقة بجميع الخطوط، من اول حراسة المرمى لغاية المهاجمين. احنا عندنا حلول جماعية في اللعب الجماعي، عندنا حلول فردية من خلال لعيبة عندهم كفاءة فردية، عندنا سرعة عندنا قوة. الحقيقة انا شايف ان احنا افضل كتير جدا من منتخب الجزائر. منتخب الجزائر بيعتمد على 2 3 لعيبة ومن الناحية الهجومية، لو احنا قدرنا وعندهم شراسه شويه في اول ربع ساعه 10 دقائق. انما انا شايف ان احنا افضل فريقين في البطوله من وجهه نظري الى الان هي مصر والمغرب، وانا اتمنى ان احنا نكون في صداره المجموعه عشان ما نقابلش المغرب، لان توقعاتي ان احنا لو ما قابلناش المغرب في الدور اللي بعد كده احنا رايحين للنهائيه. رايحين للنهائي، كلام جميل جدا ومحترم الحقيقه. مين رجل المباراه من وجهه نظرك؟ اختير حسين فيصل من اللجنه المنظمه، لكن من راي نادر السيد ايه؟ احمد رفعت. احمد رفعت ليه؟ احمد رفعت اتاخر كتير قوي. احمد رفعت من اللعيبه من افضل اللعيبه من وجهه نظر المتواضعه من زمان جدا، وحسين فيصل يعني بكل تواضع بكل تواضع الحقيقه، انا لما شفت حسين فيصل في نادي الزمالك وهو كان لاعب تحت 20 سنه وتحت 19 سنه، انا شخصيا وقبل ما ادخل في المجال التدريبي وقبل ما اتكلم انا قلت حسين فيصل كان بيلعبوه ناحيه الشمال هاف ليفت او هاف رايت، انما انا شايف حسين فيصل بمهارته هو لاعب وسط مهاجم. ايوه لاعب في الاطراف معايا، عنده قدره فتلف الوقت ولف الزمن ان يعني ياكد وجهه نظري في حسين فيصل كيروش ان هو بيلعبه بنفس المكان في نفس المكان اللي انا كنت شايفه في المكان ده. فاعتبر ده كان اختبار لامكانياتي ككوتش الحقيقه يعني. فانا شايف الحقيقه ان حسين فيصل، بس انا شايف ان احمد رفعت الحقيقه لاعب ممتاز ممتاز يعني. طيب